بابا بابا يا روح بابا يا حبيبي بابا. ازيك يا منى؟ اهلا اهلا بالاستاذ الكبير. بقى كده تخلينا نستناك خمس دقايق؟ خمس دقايق؟ انا اسف، لو كنت اعرف كنت قطعت المرافعه وخرجت لكم حالا. ما ضيعش وقت في الكلام يا بابا، احنا لازم نروح دلوقتي حالا نشتري هديه عيد ميلادك. بس كده؟ ده احنا نروح دلوقتي حالا هشتري هديه عيد ميلادك. وهتشتري كل لعبه اللي في المحل. ده انا هشتري لك الشارع بحاله. الو؟ ايوه؟ معلش معلش، اصل لسه قدامي شويه شغل. شغل ايه يا حسين اللي يعطلك عن عيد ميلاد بنت؟ انت ما تبداش ابدا حتى في ليله زي دي. حالا حالا، ما تدقيش، اصل في قضيه بكره مهمه بدرسها مع الموكلين. طب بس والنبي ما تتاخرش، المعادين جم من بدري. خلاص بعد نص ساعه. طب خد. طيب يا ستي، ميرسي. ميرسي حاس كده؟ اصل انا مش لوحدي. ولا لازم تديني بوس. ما اقدرش امينه يا حبيبتي، الناس واخدين بالهم. ماليش دعوه، بعدين ازعل مني. طيب طيب، ممكن اطلب التاجيل؟ لا، المحكمه ترفض التاجيل. يسمح بقى الدفاع يجيب البوسه ولا لا؟ حاضر يا اموره بابا. بوسه؟ بعد نص ساعه هكون عندك. من كل ده وده. الحفله دي في الحقيقه معموله لكم انتم، ده حقيقي بيت ناس اغنياء، ربنا يوسع عليهم كمان وكمان، لكن نفسهم حلوه ومش طالعين فيها، ومن رايهم ان الحفلات دي احنا اولى بيها، يعني الدادات، لان الداده بتعتبر الام الثانيه للطفل، لانها بتربيه وتفسحه وتهننه وتشوف كل طلباته. برافو. متشكرين وكل سنة وانتم طيبين. برافو برافو، ده انت خطيبة مدهشة. العفو يا استاذ، اخجلتم تواضعك. يلا يا ديدي وريني شطارتك بقى، عاوزك تطفيهم كلهم مرة واحدة. ها؟ يلا هوب، واحد اثنين ثلاثة. يلا يا ستي. خدي يا روح. خدي الشوكة كمان. خديها منينا يلا. النبي حرصك وصايمك، ذوق لي باباك وحنين المنطق. سلطان يا نينا، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا روح نينا، ان شاء الله عقبال ناخد من ايدك وانتي عروسه. ان شاء الله يا رب، ويديكي طول العمر يا ست، ويديم عليك الفرح والهنا والسعاده. السعاده كانت تتم صحيح لو كانت عليا معانا. يا ترى انتي فين يا بنتي؟ اخلصي يا نينا الادب. انت طالعه فيها على ايه؟ انت لازم تفهمي انك بتشتغلي هنا في المحل علشان خدمه الزباين، مش علشان تنزحي عليهم. ازاي الزبون يكلمك ترد عليه بقله ادب؟ واحده زيك انت تتطول على راجل عظيم بالشكل ده؟ انا ما اتطولتش عليه يا مدام، ده هو اللي اخرسي يا ليله الادب، ده مش اول زبون تغلطي معاه، وكل مره حجتك هي هي، ده بص لي، ده مسك دراعي، انت فاهمه نفسك ايه؟ مفيش في جمالك؟ انت مالكيش وعد هنا، يلا بقى خد حساب الجور في 60 داهيه. اعملي المعروف يا مدام. سامحيني المرة دي، هروح لمين ولا اي شغل منين لو اتضربت؟ فيلي قعد في الارض، انت اللي زيك ما يسالش اي رحمة. معلش ابوس ايدك، اعملك فيا اللي انت عاوزاه، بس ما تطردنيش. انت هتتكشحي من هنا ولا لا؟ يلا مش هاخد حساب جمهوري في 60 ده. معلش يا عليا، ما تزعليش يا اخي، اصلها مفتريه ومفيش في قلبها رحمه. والله العظيم ده ظلم، انا كنت واقفه وشايفاه بعيني وهو بيعكس. هو ايه ده؟ مفيش انصاف في الدنيا دي ولا يعنيك مننا غرابه؟ ايه ده؟ مؤتمر ولا ايه؟ انت لسه هنا يا بنت؟ يلا على بره.